هاي مرحبا بوتيكات، نورتونا. كيف حالك؟ الحمد لله، كيف حالكم؟ الحمد لله بخير، رمضان كريم علينا وعليكم يا رب. عليا بتفضلي تطبخي او تطلبي من برا؟ احب نطبخ في البيت، مرات انا اطبخ. طيب شعر قصير او طويل؟ طويل. كتب او افلام؟ افلام مدمنه. مكياج خفيف او تقيل؟ خفيف. انت صباحيه او مسائيه؟ لا مسائية. بعدسات او بدون؟ ليتلي احب بدون، بس انا all my life عدسات صراحة. طيب طيور او قطط؟ لا هالسؤالين لا، اما انصحك كل الحيوانات احبها فلا تخيريني. طيب لندن او القاهرة؟ لا لا، انت شو ناوية علي؟ منو قال لك على هالدولتين؟ لا لندن احبها وايد اكيد، بس بختار القاهرة. صراحة وايد أيام مباركة وأيام حلوة، فتركيز أكثر الحمد لله يعني على قراءة القرآن، على الأشياء المهمة في هذا الشهر الفضيل. وشيء ثاني عنايتي ببشرتي، صايرة أحب كل شوي أسوي لي ماسك، كل شوي أحط لي ماسك من بوتيكايت. شيء بعد اللي ياس أهتم فيه وديلي أستخدمه أورمانا نمبر 1 صراحة، لأن صدق I get result. يعني جتني فترة 3 سنين أركب رموش عشان كان عندي تصوير مسلسل، فلما شليتها كنت قرعة، literally كنت قرعة ما فيني رموش، فانتظمت عليه ورموش الحين وايد حلوة طويلة فحبيته، أباهم بعد يطولون أكثر. أستخدم عندي هذا السيرم وايد أحبه من لانكم. أوكي بعد ديلي قاعد أستخدمه. الأشياء الثانية بروتيني برمضان، عنايتي بشعري of course، يعني كل أشياء اهتمام، لأن ما أحب أطلع وايد من البيت، بيتوتية كثير وخاصة في الشهر الفضيل أحب أتم في البيت. فشو عندي غير نفسي؟ بوتيكايت، I want wine. لأن أحبه، it's me. هذه أنا لما أتعطر يقولوا لي هذه أنت، هذا عليا، هذه ريحتك، حتى ما يحبون أني أغيره. وطبعا عود، أكيد أحب العود والمباخر وهالأشياء من يومي، أحب دائما أدخن، ريحتي دائما الحمد لله حلوة، ويلدي يقولون أن العطر علي أنا غير، ف yeah I think so. شكرا لك ورمضانكم كريم، وشكرا على هالزيارة، وبيتي المتواضع إن شاء الله يعني ارتحتوا فيه. شكرا لكم ونشوفكم إن شاء الله مرة ثانية. باي.